نروح للفرع النادي بتاعنا في مدينة نصر، ومعانا هناك مراسلنا فايز مجدي. طمنا كده الأجواء هناك عاملة ازاي؟ زي ما بنقول لحضراتكم، كل حد دلوقتي نازل عنده أي مصلحة، رايح أي مشوار، يعني يعرف برضو كده، نحاول نطمنه على الزحمة أو المرور، أخباره إيه. فايز صباح الخير، صبح عليك أنا وكريم، وقول لنا كده الأجواء عندك جنب النادي، المحاور الرئيسية، الميادين، خلينا نعرف منك يعني الدنيا أخبارها إيه عندك من ناحية المرور، اتفضل. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان من مقر النادي الأهلي مدينة نصر. والأجواء الصباحية بالنادي الأهلي أجواء مليئة بالنشاط والحيوية، والأكثر التزاما وحضورا في هذه الفترة هم أعضاء النادي الأهلي القدامى ورواد النادي الأهلي وفريق الرياضة للجميع، ليمارسوا العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وأيضا الترفيهية. كمان الجو النهاردة أكثر من رائع، مشمس وجميل، بيساعد على ممارسة العديد من الأنشطة بكل نشاط وحيوية. درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13. كمان الحركة المرورية بتكون في هذا التوقيت نوعا ما فيها السيولة المرورية، فاللي حابب من الأعضاء يجي النادي في هذا التوقيت أؤكد له إن هو هيستمتع جدا. اللي جاي من أكتوبر هيلاقي إن في سيولة مرورية على الدائري، لكن مع نزول لمنطقة الدقي وكوبري أكتوبر هيلاقي في صعوبة شوية في المرور، فاللي حابب يجي يعني ممكن ينزل بدري شوية، هيلاقي إن هو هيجي هيستمتع بالجو وبالنادي مدينة نصر وإنشاءاته الكتير اللي موجودة داخل النادي. لكن ما تنسوش الماسك أهم حاجة وانتم جايين، لأن طبعا في تعليمات مشددة، ممنوع دخول أي عضو النادي بدون الماسك حفاظا على سلامة جميع الأعضاء. وعلى الصعيد الرياضي والأخبار الرياضية بالنادي الأهلي، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش الساعة 3 عصرا، والفريق هيتجمع الساعة 2 والمران هيكون الساعة 3 عصرا، استعدادا لمواجهة مصر المقصة يوم الأحد القادم على ملعب الأهلي والسلام بالدوري العام. وحابب أطمن كل جمهور النادي الأهلي على كابتن وليد سليمان وأليو ديانج إن هم هيشاركوا في مران اليوم بعد سلبية مسحة كورونا. واستكمالا للأخبار الرياضية بالنادي الأهلي، فاز أمس فريق كرة الطائرة 15 سنة بنين على نادي هولوليدو نتيجة 3-0 في إدارة الدور الثاني لبطولة منطقة القاهرة على ملعب الزهور. كما فاز فريق كرة اليد مواليد 2006 بنات على أكاديمية يوجروب نتيجة 34-10 في مباراة طبعا أكثر من رائعة ببطولة الجمهورية على ملعب النادي الأهلي مدينة نصر. كما فاز فريق كرة اليد بنين مواليد 2009 على نادي المقاولون بنتيجة 21-20 ببطولة الجمهورية على ملعب المقاولون العرب. وأخيرا فاز فريق الكرة الطائرة 14 سنة بنات على نادي النصر بنتيجة 3-2 بالدور قبل النهائي بمنطقة القاهرة على ملعب نادي النصر. مباراة اليوم للنادي الأهلي في الساعة 3 مساء، مباراة يد بنات مواليد 2004 ضد أصحاب الجياد ببطولة الجمهورية على ملعب أصحاب الجياد، والساعة 6 مساء مباراة سلة 14 سنة بنين ضد نادي الزهور ببطولة منطقة القاهرة على ملعب نادي مدينة نصر. كل التوفيق والدعم لفرق النادي الأهلي اليوم بالفوز إن شاء الله، وبذلك نكون نقلنا لكم كل الأجواء والأخبار بالنادي الأهلي بالفترة الصباحية. عودة ليكم من جديد وإلى الاستوديو. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز فايز مجدي، شكرا للتغطية الجميلة.